دائما بشوفها بأوجه، رغم معاناتنا ورغم اللي صار ورغم الحرب الفظيعة، مو بس على البلد وعلى الدراما السورية، لأنه تحاربت كتير ظلت بأوجه ولا رح حدا يسبقها ولا حيكونوا أحسن منا. يعني رغم أنه توزعت وتشتتت وقلت إلى حد ما أعمالنا، لكن العمل السوري هو الأفضل والممثل السوري هو الأفضل، والدليل على هيك أنه كلياتهم عم ياخدوا الممثليننا وياخدوا مخرجيننا وياخدوا، فومع ذلك نحن الأفضل. أنا بقول أنه قطعنا مرحلة كنا فيها مطالبين بأنه نكون متواجدين، وهذا كان الأصعب. هلا صرنا مطالبين بالنوع، يعني صرنا نسأل عن الجودة، خاصة في منافسة من الدراما محيطة بالنسبة لنا مثل مصر والخليج، فصار هلا لازم نفكر بشكل حقيقي وموضوعي بجودة ما نفعل، بجدية المشاريع اللي عم نطرحها، بتماسنا وصلتنا بمشاهدنا العربي اللي دائما كنا عند حسن ظنه بهي الدراما يلي حققت نجاحاتها على مدار عقود لمريت. ظاهرة كتير مهمة هذا المهرجان، إنه فعلا يعني هو عم يجمع كل شركات الإنتاج وتكريم شركات الإنتاج اللي بهالفترة والظروف اللي مرينا فيها وبعدها مستمرة بإنتاج الأعمال الدرامية وحتى السينمائية. فهذا الشيء كتير كان يعني بيعبر عن استمرارية الدراما رغم كل شيء يعني. فطبعا وجودنا شيء مهم كمان انه نحن نكون معهم، لانه كمان نحن اعمالهم نحن اللي عم نشتغلها ونحن موجودين معهم دائما. درامانا اكيد بخير، يعني مجرد انه انت بلد عم تعيش الحرب من 7 سنين لهلا عم تقدم نوع وكم من الدراما، فهي اكيد بخير. يعني لا، في كتير شغلات نحن لما بدنا نقيم ما فينا ننساها. عندنا مشكله بالتمويل، في ناس سافرت، في كوادر راحت، بس هذا الشيء ما خلى اي شيء انه يتوقف. بنفس الوقت في ناس كتير مهمين وموجودين عم يشتغلوا دورهم واكثر. اكيد في سويه الاعمال عم تكون مختلفه بين عمل والتاني، بس هذا ما بيلغي ابدا انه في اعمال كتير مهمه وعم تلاقي متابعه فعلا كتير عاليه على نطاق الوطن العربي والجاليات العربيه يلي برا. ما فينا نقول ان درامانا بخير مشان ما نكذب على حالنا، بس نحن بنطمح وبنامل انه تكون دراما بالعالم، نتمنى وبنسعى انه يكون هذا الشيء موجود، ترجع مثل الاول واحسن ان شاء الله. الدراما بخير لانه نحن بظل هالظروف هي ابدعنا واشتغلنا وما وقفنا، فالحمد لله. مو ابدعنا، ما عم بحكي عني، عم بحكي عن الفن بشكل عام. فبظل هالظروف فكتر خيرهم لانه هيك عم ينجوا وهيك عم يشتغلوا، وان شاء الله يا رب منضل بهالمستوى العالي اللي عم بيقدموا فيه شغلات مفيده. بدها شغل اكثر، بدها نصوص أهم، بدها شغل أكثر، بس أكيد هي دائما بخير لأنه هي أساسا يعني الأسس تبع الدراما تبعنا صلبة وقوية ومتينة، فإذا شوي إجت عليها شوية رياح أو شوية عواصف وهزتها، بس قادرين إن شاء الله بإذن الله بمحبتنا وبإبداع كل القائمين على هاي الدراما ترجع توقف أحسن من الأول. يا رب إن شاء الله الدراما بتكون دائما السورية، معروف عنا هي دائما نحو الأحسن رغم كل شيء الحمد لله. ومبسوطة كثير، ما بعرف شو بدي أقول لك، إنه حضرت مهرجانات كثيرة بصراحة خارج سوريا بس ما كانت هيك.